مساء الخير. كل الكلام الليلي ساقط، كل المقدمات ساقطة، كل التعابير ساقطة، كل كلمة صغيرة أو كبيرة بمحلة أو بمش محل أو مش بمحلة الليلة ساقطة. كل تعليق ممكن أنا وغيري نحكيه الليلة ساقط 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 قدام مشهد عيلة عم تحترق بلحمة الحي. المشهد يلي وعينا عليه الصبح ما بقل وجع، ما بقل حرق، أو ما بقل غضب واستنكار واستنفار عن مشهد علاء أبو فخر شهيد على إيدين مرته وابنه بين خلدي والجية كم كيلومتر بس، بين حادثة خلدي وحادثة الجية كم يوم بس، وبين الشهيد اللي خسرناه بخلدي والشهداء اللي خسرناهم بالجية دولة ساقطة وبس، قرطة مجرمين ساقطين وبس، بين علاء أبو فخر وحسين شلهوب وعائلته زعمة ساقطين وبس، ساقطين قاعدين ببيوتهم، ساقطين قاعدين ورا مكاتبهم، ساقطين مخبيين ورا شاشات تلفزيونات، ساقطين بيتصلوا ببعض من تحت الطاولة وبيخونوا بعض على الشاشات، ساقطين نصهم بيستنكر علاء أبو فخر شهيد وكأنه النص التاني مش عيني الموضوع، وساقطين مثلهم بيستنكروا حسين شلهوب شهيد وكأنه النص الأول كمان مش عيني. ضريبة الحياة، ضريبة الموت، ضريبة الثورة، وضريبة قمعة ما بيدفعها إلا الناس الأبرياء، والساقطين قاعدين إلهم 40 يوم بدل ما يجتمعوا كل يوم لتتحقق مطالب الناس، ليطلع البلد من اللي فيه، لينعمل خطة أمنية تحمي هالناس، تحمي كل الناس، قاعدين عم بيخططوا كيف بدهم يسقطوا الثورة، كيف بدهم يسقطوا البلد، كيف بدهم يسقطوا ضحايا، كيف بدهم يسقطوا وحدة الناس ببعضها. اللي قتل علاء واللي قتل حسين وعائلته هو قاتل واحد بوجوه كتيرة، هو نظام فاسد، هن بزنس مانية مستعدين الناس كلها تموت بالشارع، هن وقاعدين على كراسيهم. الثورة اليوم ممنوع بقى توقف، لا بقى بدنا ناكل، ولا بقى بدنا نشرب، ولا بقى بدنا مصرياتنا من البنوك، ولا بقى بدنا حكومة ولا مجلس نواب ولا رئاسة. اليوم بدنا كل واحد فشل بإدارة البلد يسقط وبس. مستعدين نجوع شهر وشهرين وثلاثة وعشرة وعشرين بس تيبقى البلد هيك، ناس مقصومين، عيب على شرف كل واحد قبلين بالبلد ومشارك فيها بطريقة أو بالتانية، برد أو رد مضاد، بتعليق أو كلمة أو جملة أو شعور مش بمحله، وغير هيك كل شيء ساقط ساقط ساقط. البداية الليلة من المشاهد اللي صارت مبارع على الطرقات، على طرقات لبنان، على جسر الرينج، على رياض الصلح، على شارع مونو، قبل ما انتقل مباشرة على الجنوب على ضيعة الانصارية، ضيعة ضحايا حادث السير، أو ضيعة إحدى ضحايا حادث السير. رح نشوف أنا وياكم هيدي المشاهد يلي معظمكم أكيد شافها لحتى نقول رسالة واحدة. إذا نازلين يكسروا عم نشوف هلأ المشاهد، خلينا نشوفها أنا وياكم برجع بعلق عليها. جان بيير لك هيدي السيارة حرقينا، حرقين سيارات بشارع مونو، مكسرين لهم ازازاتهم، انه هولي شو ذنبهم؟ مش مخلين سيارة من شرهم؟ ليك هيدي السيارة مكسرين لازازة الادمانة، ليك هيدي اجوا على شارع تحت المكتبة عندي، يعني وين مكتبة السبيل؟ ليك 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 كيف مكسرين السيارات، ليك الحجر بقلب السيارة. معقول؟
إذا نزلين يكسروا لحتى يخبرونا أنه بيقدروا يكسروا، منعرف أنكم بتقدروا تعملوا أكتر من هيك بكتير. إذا المقصود تخويف الناس يلي نزل كرمال لقمة عيشة، صار معروف أنه الناس بعد 40 يوم بطلت تخاف، كسرت حاجز الخوف. الناس يلي عم بتكسروا لهم سيارتهم شو ذنبهم؟ اللي نازل يسب الزعمة بالشارع هيدا شو بده؟ ليش نازل يسب الزعمة بالشارع؟ خلصنا بقى سلطة بلطجية بدها تدير الناس بالبلد مثل ما هي بدها، يوم تهويل يوم تخويف، شارع بوالشارع، سلطة بتبيع وسلطة بتشتري. برجع بكرر وبعيد يلي قلته، لا بقى بدنا ناكل، ولا بقى بدنا نشرب، ولا بقى بدنا مصرياتنا من البنوكي، بدنا بلد وبلد بس، ومش موقفين إلا ما تصير هيدي المزرعة اللي عايشين فيها بلد.